السجاد الأحمر في كان هو الأكثر شهرة من نوعه في العالم. النجمات يرتدين مجوهرات تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية، والتي غالبا ما تتم إعارتها من الشركات الصانعة لهذه المجوهرات الفاخرة الشهيرة. ضحية السرقة هذه المرة هي شركة شوبار السويسرية، والتي لا تقوم بتزويد المشاهير بالمجوهرات فحسب، بل هي الراعي الرسمي للمهرجان، حيث تصنع مجسم السعافة الذهبية أهم جوائز السينما. السرقة تمت في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث تم أخذ المجوهرات من صندوق الأمانة الخاص بموظف في الشركة كان يقيم في الفندق. قد يكون من المفارقات أن المجوهرات أخذت بعد عرض فيلم الزمردة البراقة للمخرجة صوفيا كوبلا، الذي قامت ببطولته إيما واتسون، وهو عن مراهقين يسرقون أشياء ثمينة من مشاهير. إنها ليست أول سرقة تقع في الريفيرا، بيد أن نجومية كان وما يجسده من تبدو مغرية للبعض. دراما أخرى حدثت بعد السرقة بساعات، حيث سمعت طلقات من الرصاص خارج فندق مارتينيز حيث يقيم كثير من النجوم، وقد تم في وقت لاحق اعتقال رجل. من المدهش أن الأحداث الأخيرة تبدو كالأفلام التي غالبا ما يروج لها مهرجان كان السينمائي.